هنايا راه لقينا الكمام ودرنا لهم السورجي ومنطيت جناب هنايا بالسورجي تا هما جناب بجوج. دابا غادي نهبط معاهم بالماكينه نعاودهم بالخياطه بالماكينه وعاد نديرو عبار الصباط للكول. غادي نجيب هذا من التحت باش ندير لوغلي، غادي نجيب هذا التبطين ديالي هو هذا، هذه الحاشيه من التحت غادي نقلبها هكايا، نجيب الجهه الاخرى حتى هي نقلبهم بجوج ونخلي 3 ديال السنتيم ديال لوغلي اللي غندير. من هنا غندوز بالخياطه وغنحبس هنايا في هذه البلاصه، هذه غنحبس هنا وداك الساعه نوريكم غنقلبها ونقطع داك الشيء اللي عندي من الداخل. انا حبست هنايا غاديش نقطع من هنا متالي غنزيد شويه. نخرج هاد القنيت هذا مزيان صافي ونقلبو هكايا، ما كنشدوش ما كنقطعوش من هنا على التالي حيت الا قطعنا غيبان من هنا مقطع من هاد البلاصه هادي اللي قلت لكم ما كنقطع. الا قطعنا من هنايا مي غنقلبو هكا هذا غنلقاوه مقطع من هنا، كنخلي واحد 3 سنتيم ولا جوج. الجهه الاخرى حتى هي غندير لها بحال هادي. دابا غادي نبدا من هنايا عبر الصباط، غنبدا من هاد البلاصه هادي وعاد ندور من هنا باش ندير لوغلي، ندوز معاها كامله هنايا غندور مع البياسه كلها بار الصباط، نوصل لهنايا غادي نجي وغادي ندير لوغلي ديالي من هنايا 3 ديال السنتيم غادي نشدها، ها هي راه شداها. غنطلع من هنايا نوصل لهنا وندوز بهذا ب 3 ديال السنتيم ديال لوغلي.
شفتو، انا درت معاه البياسه كلها خياطه. هذا هو الكول ديالنا، هبطت معاها الجهه الثانيه. دابا باقي لي لوغلي ديال الكمام. تما غادي نشد معاه، نشد فيهم 3 ديال السنتيم، غادي نديرها لوغلي باش يجيو بحال بحال في الدوره من التحت ديال لافيس كيلكم. هذا هو الكم ديالنا. دابا غنشوف غندير لها الحزام. قالت لك بغات بنتي، قالت لك بغات الحزام، غندير لها الحزام. ندير لها داك الخريصات هنايا اللي كيجيو هنا اللي كيتحشى فيهم الحزام. هنا غنصاوب داك الخريصات اللي كيتحشاو فيهم الحزام. غنجيب هاد الشريط هذا كندير فيه 3 سنتيم في العرض والطول على حساب شحال باغيه ديال يكونوا كبار ولا صغار. غالبا كيكونوا غير صغيرين، فيهم غير 4 ديال السنتيم. غنشد هكا يا سنتيم، غنطوه لداخل من هاد الجهه ومن هاد الجهه، 20 سنتيم ماشي سنتيم كامل هكا، ومن هاد الجهه عاود نص سنتيم، ونولي نطويهم عاود على بعضياتهم هكا، وندوز عليه بالخياطه هنايا في الحرف. نقسمها على جوج، هادو غنجيب لافيس ديالي، غنجي هنايا تحت الكم. هذا هو الكم ديالنا هنايا. غادي نعبر هنايا بلاصه الحزام، نخلي لها هنايا 11 هنا. غادي نعبر هنا عاد واحد 3 سنتيم ولا 4، ندير فيها 4، نجيب هاد القطعه هادي اللي صاوبت، غادي نطويها هكايا، نطوي لها واحد 2 سنتيم ولا سنتيم داخل، ونحطها على هاد النقطة الأولى اللي هبطت من هنايا 11، والأخرى الجهة الأخرى عاودها نطويها ونحطها على الجهة الأخرى، على النقطة الأخرى الأولى هكايا. هنا التوب مكيتحشاليش فيه البانكات، غنشدها هكا غير بصبعي وندوز نخيطها. هكايا هذه هي الطريقه. دابا غادي نحيد هذا الشيء اللي بقى لي من الداخل، هاد الزوائد كنقطعهم على الجدر. كندوز هنايا عليهم على التالي بالخياطه. صافي هذه هي الخرصه ديالنا، فين غنحشيو الحزام. غنصاوب الجهه الاخرى، غادي نصاوب الحزام. جبت هنايا قطعة درت فيها 4 ديال 8 ديال السنتيم هنا في العرض. هنا ما كانش كافيني الثوب، راه لقيتو من الوسط، جيبو هكايا طويه.
عدد الزوائد اللي عندي هنايا. نجيب هاد شي مسمار ولا شي حاجه يكون طويل نحشي هكايا. هاد الجهه هادي الثانيه راه كتبقى محلوله، من هنا غادي نخرج هاد الطرنوفيس ديالي. راه خرجتو كما شفتو، كنجر هاد الجهه كنقلبو، هو باقي لهنا داك الطرنوفيس، غادي نخرج به هاد القنيتات هادو. صافي دابا غادي نخرجو. نجي لهاد الجهة هادي، صافي، ونحشي لداخل واحد السنتيم بحال لي غنحشي لداخل. نحاول نقادو، صافي دابا غندوز عليه بالخياطة من هنايا. كما شفتو هذا هو الحزام ديالنا. اللي بغات تعاود له الخياطة هنايا دوز عليه من هاد الجهة اللي فيها الخياطة، دوز عليه من هنايا كامل تمشي معاه. انا غنخليه غير هكايا. هادي هي لافيز ديالنا، هذا هو التبطين. التبطين نوريكم الا بغيتو تشدوه باش ما يبقاش كيتهز من تكونوا لابسينها. كما شفتو هذا هو الكتف، راني شديته هنايا معاكم وريتكم الطريقه. غنجيبو هكايا التبطين نسرحوه، كما شفتو راه ما جاي لا مبوق لا والو، جاي مسرح. هنايا نقادوه مزيان ونجيبو خيطو ابره، من الاحسن اللي بره تكون رقيقه ديال التنبات ولا ديال الخياطه ديال اليد. نشدو هكا غير شعيرات، ماشي بزاف، غير شعيره هكايا من لافيست. هذا واخا تشدو فيه بزاف التبطين، ولكن لافيست لا، شدو غير شعيره من لافيست باش ما يبانش الخياطه للوجه هكا، وتمشيو معاه. واخا تشدوه بحال دابا غير بليصه هنا، بحال دابا تشدي شويه هنايا، تشدي شويه هنا، وتمشي معاها كامله. هادشي باش التبطين ملي كيكون ما كاينش الصدايف مدوبلين كيبقى يتهز. كما شفتو ها انت في الوجه راه ما كتجي حتى شي حاجه باينه. صافي بغيت نهبط معاها هكا حتى لتحت، نهبط بغيت نقطع هنا نرتق ونقطع، عاود نزيد شويه هنا ندير بليصه غير صغيره عاود نشدها. وهكايا ملي كتحدد راه ما كتجي مقتوله، ما كتجيش كتهز. صافي هادي هي لافيس ديالنا، حشي لي برا هنايا، غتجي على هاد الطريقة هادي. غندير لها ثلاثة ديال الصديفات، هادي الجهة ديال الشمال، هاد الجهة اليمين غتجي هكا راكبة عليها، غتركب عليها بثلاثة ديال السنتيم اللي خلينا ديال الصدايف هكايا، ركبها غير بثلاثة ديال السنتيم، وندير لها صديفات هنايا. ندير لها ثلاثة حد الحزام، ندير لها الصديفة الأولى حد الحزام، بهاد الطريقة هادي. نتمنى يكون الفيديو استفدتو منه، يكون الشرح ساهل، واللي عجباتو اللي عجبو الفيديو خليلي تعليق ويدعمنا بالاشتراك، وشكرا.